من الأخبار الحلوة كمان هنروح لإنجاز متكرر من فريق تحديدا هوكي الشرقية اللي نجح في التتويج بالبطولة الإفريقية للأندية بعد الفوز على بطل كينيا بنتيجة 4-2 في نهائي المنافسة اللي أقيمت بملاوي، اتكلمنا حضراتكم عنها الأسبوع اللي فات. الإنجاز ده خلينا نقول إن هو اللقب 27 في التاريخ أو في تاريخه يعني، وأعتقد ده رقم يعني نقدر نقول قياسي متربع بيه كمان على عرش القاره في اللعبه دي، وكمان ارقامه مسجله في موسوعه جانس. فلا انجاز كبير جدا ان انت تحصد لقب بطوله 27 مره يا كريم من اصل 33، ده مش كيف حاجه عاديه كيف يعني، انت فقدت بس 6 ألقاب يعني من مشاركتك. وبالمناسبه برضو خليني اقول لحضراتكم منتخب شباب الهوكي عنده بطوله العالم في ماليزيا في اول ديسمبر، بجانب ان هو كمان المنتخب الاول عندنا عنده في تصفيات في اسبانيا اخر يناير. فيعني كل ده طبعا لحسم التاهل للاولمبياد، وهي المسابقه الاهم دلوقتي، كل الابطال وكل الاتحادات وكل يعني القائمين على الرياضه تحديدا هتكلم المصريه مهمتهم حاليا ان هم يركزوا في اولمبياد باريس، لان احنا متوقعين بكل الاهتمام والتغيير اللي حصل من وقت طوكيو لحد دلوقتي ان احنا نحصد على الاقل نسبه اكبر في يعني الميداليات، واتمنى تكون كمان ميداليات ذهبيه يا اتمنى. مسهل الحال.